مسلم ذاقت اليتم قبل سكينة، ذاقت اليتم قبل سكينة، مو يولا، وذاقت اليتم قبل رقية، وذاقت اليتم قبل غيرها صلوات الله وسلامه عليها. قاعدة يم الحسين عليه السلام، وإذا بسيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه يجي خبر أنه مسلم، وهو العارف، وكم سائل عن أمره وهو عالم أنه ما خرجنا من الكوفة إلا وجثة مسلم وهانئ تسحبان في الشوارع. وين حميدة بنت مسلم؟ جابوا له حميدة بنت مسلم. أخذ الحسين يمسح على رأسها، طفلة صغيرة يتيمة مشتاقة لأبوها، يقولون للكوفة كبيرة وعدواننا بها كثيرة، يا بعدواننا بها كثيرة كثيرة، مسلم يا ابويا والله حيرة. اي والله حيرة، مسلم يا ابويا والله حيرة، صرت وانا صغيرة. الله الله، يتيمة صرت وانا صغيرة. أخذ الحسين يمزح على رأسي، ليش تمزح على رأسي يا أبو عبد الله؟ أراك تصنع بما تصنع أبو باليتامى، قال أبني أنا أبوك. درت حميدة أنها أوتمت، درت أن مسلم قتل صلوات الله وسلامه عليه، وبقت على هذه الحالة حتى صار ما صار، وقتل الحسين عليه السلام، ودخلت مع النساء إلى الكوفة. زينب لما أدخلت الخرابة قالت لا تدخل علينا امرأة، لقد خزينا من كثرة النظر إلينا، وهي بنت محمد، وهي بنت أمير المؤمنين، تقول خزينا من كثرة النظر إلينا. الله لا تدخل علينا مرة، ما نريد، ما نريد، نريد نخلو بأنفسنا، نريد نبكي على الحسين براحتنا بالخرابة. وبينما زينب كذلك، وإذا بامرأة عجوز على باب الخرابة، أريد أدخل على النساء. سيدتي زينب منعت الدخول، منعت من الدخول إلى الخرابة. قولي لسيدتك زينب طوع على الباب التي آوت مسلم. شريفة يا طوعة، شريفة يا طوعة، بيضت وجه الكوفة يا طوعة. زينب عليها السلام قامت لاستقبال طوعة، أهلا بطوعة، أهلا بمن آوت مسلم ابن عقيل، أهلا بمن آوت الغريب. قعدت طوعة، زينب قالت لها سولفينا طوعة ايش صار بمسلم. طوعة قام السولف وتنظر الى الوجوه، صفح الوجوه، تقلب الوجوه، وقع بصرها على طفلة اكثر الاطفال تفاعلا معه. يعني تستمع بعناية وتتفاعل بعناية خاصة. لما حققت في وجهها شافتها أشبه الناس بمسلم الذي آوت، قالت لها سيدتي زينب هذه الطفلة أشبه الناس بمسلم. زينب قالت لها هذه حميدة. يا أبا عم يا طاعة احكي لي حالها، ترى مظلومة، مظلومة حميدة، ما حد يذكرها، قليل تنذكر حميدة بنت مسلم. مسلم بن عقيل ترى باب الحوائج أبو طاهر هذا. يا أبا عم يا طا يا 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 أحكي لحاله، يا بحكي لحاله حاله من طاح يا غسلوا عن القاع. يا بغسلوا عن القاع،
لكن 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 يا حميدة يا حميدة أكو ما يهون الخطب على مسلم بن عقيل. الشاعر شو يقول؟ يقول عقب هذا طلعت مذحج من الدور وشقة ولعداني ومسلم قبور. هذا اللي يهون الخطب. يا مقبور بس جثة حسين بيوم. الله يا ابو علي، الله يا ابو علي، والله غريب يا حسين، ما في يوم كيومك يا حسين. يا بس جثة حسين بيوم عاشور، بيوم عاشور بقت فوق الثرى والدم غزله. يا بقت فوق الثرى والدم غزله، والدم غزله. صلاته تختلف، تغسيله يختلف، دفنه يختلف. سيد رضا الهندي شو يقول؟ يقول صلت على شنو؟ جسد الحسين سيوفهم. هاي شلون صلاة؟ هاي شلون صلاة؟ نعم يا سادة، وراحت الأيام وجت الليالي ورجع الظعن إلى كربلاء، وكل واحدة جلست عند قبر عزيز. حميد الليلة ضيوفك، حميد الليلة ضيوفك يا بنت مسلم. أبوك باب الحوائج وأنت باب الحوائج. قعدت كل عزيزة على أو قعدت كل امرأة عند قبر عزيزها. سكينة قعدت يم قبر أبوها، فلانة يم فلان، فلانة يم فلان. زينب تنظر يمينا وشمالا، شافت طفلة قاعدة وحدها بعيدة عن النساء. منو هاي الطفلة؟ هاي شعدها قاعدة هناك؟ هناك ماكو قبر، ماكو قبر، ليش مطية ظهرها للنساء؟ لما اجتها زينب، من انت بني؟ انا حميدة. ابنيتي ليش قاعدة هناك وحدك؟ قالت لها زينب قبر والدي ما موجود حتى اقعد، انا قبر ابويا بالكوفة. شفت النسوان كل وحدة قاعدة يم قبر عزيزة، قبر ابوي بعيد عني. جابتها زينب اجلستها على قبر الحسين، قالت لها هذا قبر ابوك، هذا الحسين، هذا ابونا كلنا. وقعدت زينب على قبر سيدي ومولاي صلوات الله وسلامه عليه، يا حسين ما كانت على البال. خل اقرا لك اياها حسين، حسين خل اقرا لك اياها، بس تجاوبني تجاوبني. خويا يا حسين ما كانت على البال. الله، فما احلى اسماءكم، حلو اسم الحسين من تقوله بلسانه. خويا يا حسين ما كانت على البال. طهر قلبك باسم الحسين. والله على البال ابو علي اطب المجلس وبزنودي لحبال. خويا الحبال راسك بطشت وتشوف شلت ايده وبيد العود ويوسم المبسى. الله الله الله. خويا وبيد العود ويوسم المبسى. قامت بيت الدعاء، بيت الدعاء، طولت عليكم. قامت تنظر زينب يمينا وشمالا، الإمام زين العابدين قالها عم زينب ها شتردين وين؟ قالت له عم علي أين قبر كفيل؟ التفتت للنسوان، نسوان ولا وحدة تبقى يم قبر عزيزها أبد، كل النسوان تقوم تمشي وراي. صاحت يا الحرم قوم نمشي يا بصاحت صاحت صاحت يا الحرم.
معه